ورغم الأزمة الاقتصادية اللي تمر بها تونس، عصابات التهريب ما زالت تحاول سرقة ثروات بلادنا وتهريبها نحو الخارج. عملية نوعية قامت بها الديوان التونسية في مطار تونس كارتاج، اللي تمكنت من إحباط عملية تهريب أكثر من 15 كيلوغرام من الذهب الخالص قيمتها المالية فوق مليارين. المهرب حاول إرشاء الديوانة ب 15 ألف دولار، لكن الأعوان أصروا على تطبيق القانون وتم إحالته على النيابة العمومية. عمليات التهريب الاختيرة ما زالت متواصلة. مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير تحبط محاولة تهريب 480 ألف أورو كانت مخفية بإحكام في هيكل إحدى السيارات. لقيتهم، ليش بتقول لي؟ توكتوا قداش؟ أربعة. وين هسه؟ تونس. مشكون؟ شركة. شركة شنو؟ شركة غذائية. وش بك ما صرحتش بيها؟ أنا خاش نصرح بيها. خشيت. في سألك بيها السؤال القانوني، وش بك ما كنت ما عندي شيء؟ قلت له عندي. لا لا ما قلتش. بس هاتني أنت. والساعة حتى طيب. قال لي هنيش فيه. شو والله ما صارت. لا حكي كلام فيه، كلام فيه. نحكي معاك أنا. لا والله ما فندي قصد. ايش فيهم؟ ما بيمشي بهم في الاول، هو بيمشي بهم، ما يعطونيش التصريح. وجهها بنك دولة، هي بتاع دولة. ولك سموها دولة. ايه وجهها بنك دولة، جايبها مغلطة من الوحدة. حتى لو توي زي ما تحكي انت خلاص ما يتوجعوا خلاص. هذا هنا ما عاد تم شيء. قديش من باكو جمع؟ فوق سبع بحور. فلوسها كاملين؟ فوق أمه في فلوسها؟ بإذن الله. الديوانة في الفترة الأخيرة تمكنت من إنجاز عمليات نوعية تمكنت من خلالها من إحباط عملية تهريب للعملة والذهب وغيرها من المعادن الثمينة. المهربين ما يهمهمش اقتصاد البلاد، المهربين ما يهمهمش وضعية بلادنا، ليهمهم جيوبهم، لكن أسود الوطن ديما في الموت.